اتولدت في أسرة عادية جدا، أسرة متوسطة، الأب رجل أعمال والأم ربة منزل، وكان ترتيبي رقم 6 من إخواتي السبعة. كنت طفلة طبيعية جدا، بتكلم وبسمع كويس جدا، وشقية جدا جدا، وبتحب الأنشطة المدرسية، بتشترك في الرقص، في الجمباز، في الباليه، الأولى على الفصل دايما. ففي سنة 1973 في شهر مارس، بعد حفلة عيد الأم مباشرة اللي اشتركت فيها في مسرحيات وتمثيل وجمباز وباليه، حسيت بشوية سخونية كده، افتكرت إنها من تأثير المجهود اللي عملنا في الحفلة، لكن كانت حمى شوكية أو التهاب سحائي. فضلت في غيبوبة حوالي 8 أسابيع من شهر مارس لحد شهر مايو، ويوم ما أفقت من الغيبوبة ولازلت أذكر هذا اليوم كأنه حدث بالأمس. كنت في سرير المستشفى وإخواتي كلهم حوالين سريري، ووالدي ووالدتي الله يرحمهم، وكله عمال يتكلم وأنا مش سامعة حاجة خالص. كانت آخر ذكرياتي هي حفلة عيد الأم، الموسيقى والصخب والدوشة وكل حاجة، فكان صمت غريب، افتكرت أنهم يمزحون معي أو حاجة. كنت ببص لهم وأنا مذهولة. فجه والدي الله يرحمه وكتب لي ورقة وقال لي أن أنا كنت مريضة جدا وفي غيبوبة، وأن سمعي متأثر بس حاجة بسيطة كده مؤقتا، ويلا يا فجأة عشان تستعدي لامتحان الابتدائية. أول ما سمعت الامتحان إيه، إحنا كنا في شهر مارس، بقينا في شهر مايو، لكن نسيت كل اللي حواليا، ونسيت الشفايف اللي بتتحرك، ونسيت الصمت اللي حواليا، وطلبت كتاب سلاح التلميذ. طبعا ما حدش يجيب لي الكتاب، كنت لسه يعني الموضوع كان قاسي جدا وصعب جدا عليا. لكن في خلال أيام من المستشفى للجنة الامتحان مباشرة. في السنة السابقة كنت حاولت أخد رابعة 5 و6 مع بعض، لكن الوزارة رفضت بسبب السن يعني، فكنت مخلصة المنهج 20 مرة، يعني مسألة الإجابة أو مسألة دخول الامتحان نفسه ما كانش مشكلة. كانت المشكلة الأولى هي فقدان التوازن، لأن التوازن بيتأثر مع السمع. بالنسبة لكلية الطب، فقدان السمع ليس هو من جعلني أقرر أن أكون طبيب. طول حياتي منذ وعية الحياة في الأسرة أنا الدكتورة فجة، وكان بيسموني نجاح. الرغبة دي تعمقت واستقرت وازدادت مع فقدان السمع وليس العكس، مع أن الكثيرين حتى في أفراد أسرتي حاولوا يحولوا مصاري، خشي أدبي، أنت بتحبي القراية والكتابة وكده، إطلاقا يعني. كنت بحس أن أنا فعلا دكتورة فجة، مش لسه حابقة، أن مسألة مشوار لازم أقطعه جدا جدا. ومن الطفولة، منذ الطفولة يعني، من قبل المرض وفقدان السمع لم يؤثر على الإطلاق، لكن ازداد قوة وفي يقيني أني عارفة أن المشوار صعب. بالنسبة لي كلية الطب كانت صراع يومي، بمعنى الكلمة صراع يومي. كل محاضرة وكل سكشن وكل حاجة كانت معاناة يومية لأسباب كتيرة. طبعا إحنا في الفصل الدراسي كم واحد، الدراسة كلها باللغة العربية بتاعتنا، أنا أجيب يعني بنسبة 100% قراية حركة الشفايف، إنما بالنسبة للدراسة في كلية الطب وهي كلها باللغة الإنجليزية، فما كانش فيه أي معرفة، مش إتقان، ما كانش فيه أي معرفة بالنسبة لقراية حركة الشفايف باللغة الإنجليزية. الناس بتتساءل يعني إزاي وانت سماء كنت بتستعملي السماعة الطبية، سماعة الكشف. دي نقطة مهمة عايزة أوضح. أول حاجة، أي شخص أصم تماما يعني صمم حسي عميق، بيتبقى له قدر طويل جدا جدا من السمع أو الإحساس بالصوت، يعني مثلا في أثناء فترة الصمم ولا حاجة تعتبر، ولا حاجة بالنسبة لي يعني، ما تعتبر ولا حاجة. أنا مثلا ممكن أكون قاعدة في البيت كده بوم، حد في إيه، هو ما بقى يقولوا لي في فرح وفي حد بيضرب رصاص، أنا أسمع صوت مبهم لا أقدر أميزه ولا أقدر أعرف هو فين. لازم يكون قوي جدا 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 قوي قوي، أو الإحساس بالصوت زي ما قلت لحضرتك كده، يعني لو لمست حاجة بتعمل صوت أحس بيها، أحس بيها. وأنا في إعدادي طب كانت هي دي المشكلة، يعني دخلت كلية طب ولسه ما حلتهاش، وأنا عارفة إن دي مهمة جدا،
لكن برضو احساس ويقين ان انا هحلها هحلها. فلقيت في جريدة الاخبار خبر كده على شركة بوش الألمانية انها انتجت سماعة بتكبر نبض الجنين 700 مرة، وهي اصلا يعني عشان نشخص امراض القلبية للأجنة جوه بطون امهاتهم في فترة ان هي كانت بدأت عمليات الجراحة داخل الرحم. فانا سعيت للحصول على السماعة دي وبفضل الله جبتها. السماعة دي هتكبر لي الصوت، هي اساسا لصوت الجنين اللي هو ايه بتكبره 700 مرة، يعني الميكروفون او الـ او الـ البروسيسور بتاعها بيكبر بشكل مذهل بحيث الشخص العادي ما يستحملوش. احنا بنستعملها بالنسبه للجراحين الاجنه. فانا قلت السماعه دي بالتكبير بتاعها ده ممكن تنفعنا.